طبعا بنعتذر عن ريم المنسي زميلتي، معلش هي تعبانة شوية، ونعود مرة تانية لاستكمال حديثنا مع الدكتور مهندس ماهر عزيز. دكتور ماهر، عودة مرة أخرى لاستكمال الحديث مع حضرتك من حيث ما توقفتم. هي كانت بدأت تسألني عن التحالف في اقتصاديات الطاقة بين الدول الثلاث في شرق المتوسط، إن دي كانت القمة الخامسة التي يحضرها فخامة الرئيس السيسي مع رئيس قبرص ورئيس اليونان، وكان مكان انعقادها في قبرص. وهي الحقيقة بحثت أمور عدة سواء في السياسة أو في الاقتصاد، فكان ما يخص قضايا الطاقة فيها في نطاق الاتفاقيات الثلاثية بينهم على ترسيم، طبعا تم ترسيم الحدود الخاصة بالمناطق الاقتصادية البحرية وفقا للقانون البحري الدولي، وبناء عليه أصبحت هناك مصادر هيدروكربونية سواء غاز طبيعي، وده ما كانت تم الإعلان عنه، أو زي ما أشار فخامة الرئيس السيسي في حديثه وفي الخطاب بتاعه إن هناك أيضا احتمالات لاكتشافات بترولية في شرق المتوسط. صحيح. لكن المخزون الوفير الموجود لسنوات قادمة في هذه المنطقة ينبئ بتعاون ضخم من أجل ترسيخ السلام والأمن في المنطقة. إيه علاقته بالسلام والأمن؟ أي رخاء اقتصادي تنعم به الدول لابد أن ينعكس على الأمن والرخاء. صحيح. الرخاء سيعطي دفعة للقوى الاقتصادية لكل من الدول الثلاث، وبالتالي هذا الرخاء يعود على الشعوب، فإذا عاد على الشعوب ففي الحالة دي هذا الـ يعني الرخاء النسبي هيؤدي إلى قوة الاقتصاد، تراجع الأسعار، العملة المحلية يبقى لها مكانة كبيرة وسط العملات العالمية، يتحسن الدخل القومي وقد يزيد عدة أضعاف. يعني هناك تقرير أمريكي بيتحدث عن أن مصر مقبلة في سنة عام 19-20 القادم إلى اكتفاء ذاتي في الطاقة بسبب كشوف الغاز الطبيعي التي ظهرت في شرق المتوسط. طب ده خبر هايل يا فندم. خبر هايل. احنا مش بس عندنا كشوف في شرق المتوسط، احنا عندنا ايضا في غرب المتوسط العميق عند الإسكندرية عندنا حوالي 5 تريليون قدم مكعب. احنا في بداية عام 2015 كان المخزون المصري 35 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. بعد كشوف شرق المتوسط وحقل زهر ارتفع هذا الاحتياطي الى 65 تريليون، يعني عندنا هنا 30 تريليون. ف 65 تريليون ده ظهر الكشف ده في اغسطس 2015. وبعد كده على طول في اعقابها بسنه ظهر حوالي 5 تريليون قدم مكعب في شرق المتوسط وفي غرب المتوسط العميق، وده خلى الاحتياطيات الحاليه لمصر من مخزونات الغاز الطبيعي تصل الى 70 تريليون قدم مكعب. خليني يا فندم، دكتور ماهر، وزير البترول يمكن اعلن امبارح ان عن ضخ حقل ظهر بالشبكه القوميه قبل نهايه 2017، ده معناه ايه بالنسبه لمصر؟ ده معناه التعجيل بالرخاء النسبي اللي مصر تنتظره، لان احنا شوفي حضرتك استهلاكات مصر اليوميه من الغاز الطبيعي 5 مليار قدم مكعب. 5 مليار قدم مكعب، اول ما حقل غرب المتوسط العميق من عده شهور ابتدى انتاجه وفرنا بس مليار دولار كنا بنستورد بيها غاز طبيعي. فاول ما نصل في حقل زهر الى بدء الانتاج نهايه 17، فده معناه الجزء الاخر اللي بيستورد ينتهي تماما. فكميات ضخمه من الاموال بالعملة الصعبة يتم ضخها في استيراد الغاز الطبيعي لن نعود ندفعها، لأن يصبح عندنا اكتفاء. مش بس كده، لما هتتواصل مسألة الإنتاج ويصل إلى الذروة في نهاية 2019-2020 فهيبقى في زيادات في المخزون، بحيث أن مصر بتفكر أن هناك خط لنقل الغاز الطبيعي من
مصر إلى قبرص واليونان وإلى أوروبا. ففي الحالة دي هيبقى عندنا أيضا دخل إضافي من تصديرات الغاز الطبيعي. عشان كده التقرير الأمريكي بيقول إن مصر هيتضاعف فيها الدخل القومي عدة مرات على عام 19-20، وده هيقوي العملة المحلية ويخفض الأسعار ويعود برخاء نسبي على المجتمع ككل. يا ريت يا فندم. فاحنا منتظرين هذا إن شاء الله. صحيح طبعا. في أغسطس 2016 تم توقيع اتفاقية مع قبرص لاستيراد غاز من حقل أفروديت. محتاجين نفهم من حضرتك إيه الفرق ما بين غاز أفروديت وغاز زهر، وإيه الاستفادة لمصر من استيراد غاز أفروديت؟ هو الغازات بتختلف من حيث الخصائص الفنية بتاعتها والخصائص الاحتراقية، فده يدخل في إطار التعاون بيننا وبين قبرص، لأن إحنا زي ما بنستورد بنصدر، وزي ما بنصدر بنستورد، فقد نستورد الآن وقد نصدر غدا، فالمسألة فيها نوع من التعاون المشترك الجماعي والإجمالي، فهو داخل في هذا الإطار. يعني في فرق ما بين غاز أفروديت استيراده والغاز اللي تم اكتشافه في حقل زهر؟ الأفروديت أو زهر أو زهر أو دي أسماء الحقول، وبالتالي هي مخزونات غاز طبيعي في النهاية. أوكي. ويتم التبادل، يعني الاتجار والتبادل فيها بشكل تعاوني. طيب. هل مصر فعلا في مرحلة التحول لمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة؟ الحقيقة مصر علشان تتحول إلى مركز إقليمي، هي نظرة قطاع الطاقة المصري لمصر كمركز إقليمي الحقيقة ليست حديثة. دي كنا بنفكر فيها في قطاع الطاقة المصري من 20 سنة، بس ما كانتش وضعت موضع التنفيذ الفعلي إلا على نطاق بسيط. طيب، علشان تتحول إلى مركز محوري لتبادل الطاقة، هيبقى هي مدعومة بإيه؟ أولا تحتاج إنها تعتمد على تخفيف المخاطر. يعني التحول ده يعتمد على حاجتين، ان في انفراستراكشر، في بنيه اساسيه موجوده، البنيه الاساسيه دي موجود فيها قناه السويس واكتسبت اهميه اكبر بعد ما تم دبلنج للمسار بتاعها، ضعف المسار فاصبحت شريان خطير جدا في البنيه الاساسيه للتبادلات في الطاقه كمركز محوري. اول حاجه قناه السويس، عندك بعد كده خطوط سمد بتجيب بترول السعوديه أو أي بترول من شرق آسيا وتوصله للبحر المتوسط من خلال أنابيب تعبر الأرض المصرية. فأنت عندك قناة السويس، خطوط أنابيب سمد، الطاقة الكامنة في معامل التكرير، تكرير البترول، عندنا طاقة لتكرير البترول كبيرة جدا في الإمكانات المتوفرة في مصر. عندنا أيضا شبكات النفط والغاز الموجودة في المنطقة، عندنا شبكات الربط الكهربي، دي كلها بتعتبر انفراستراكشر. عندنا امكانات اساله الغاز الطبيعي في دمياط. كل دي تعتبر بنيه اساسيه لتحول مصر الى نقطه محوريه لتبادل وتجاره الطاقه في المنطقه. ويمكن ده اللي حضرتك يمكن رد على كل الناس اللي بتتساءل احنا ليه بنبني طرق وليه بنعمل انفراستراكشر وبنيه اساسيه، ما كل ده واضح انه مرتبط بكله. يعني بالضبط، دي ملحوظه مهمه جدا. عارفة حضرتك أمريكا من 200 سنة لما بدأت علشان تصل النهاردة بالشكل، أول حاجة بدأت بها الولايات المتحدة شبكة طرق هائلة، وروسيا كمان متهيألي ربطت القارة كلها من أولها لآخرها، وبالتالي النهضة استمرت. شبكات الطرق من أهم عناصر ودعائم النهضة في أي بلد، لأن هي شرايين الاقتصاد في كل مكان. صحيح. فطبعا ده بيتوافق مع تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتبادل الطاقة في المنطقة. المسألة دي مهمة جدا. يعني أعلن مثلا رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر بي، المهندس جابر الدسوقي، أعلن عن أن هناك دراسات جدوى حالية لربط كهربي بين مصر وقبرص واليونان. ليه؟ علشان مصر في موقعها الجغرافي الخطير تعتبر ناقل عظيم للطاقة ما بين أفريقيا وأوروبا. يعني لو الدول الثلاثة دول اتربطوا، أنت أكشولي ما ربطتيش ثلاث دول بس، أنت ربطتي قارة بقارة كاملة. ومصر هي نقطة الوصل وبالتالي بتعتبر يعني هذا الموقع استراتيجي عظيم. مصر أيضا تتوسط كبار منتجي الطاقة وكبار مستهلكي الطاقة، كبار المنتجين في الشرق وكبار المستهلكين في الغرب.
فمصر نقطة عبور مهمة جدا، ممكن بقى تاخد رسوم على العبور ده، ممكن تحسن إمكانات العبور لها دور خطيرة، ممكن تحصل على احتياجاتها في حالة الشح من من الطاقة العابرة عليها. وتنمية المحور كمان، يعني تنمية محور قناة السويس يمكن داخل في هذا النطاق كمان. مش عايزة كده، أنا قلت لسيادتك عندنا حوالي 5 دعائم للبنية الأساسية، أول حاجة قناة السويس. بالزبط. بعدين خطوط أنابيب سومد، الطاقة المتاحة من عامل تكرير البترول، أنا بكتب ورا حضرتك إمكانيات إسالة الغاز الطبيعي، شبكات النفط والغاز، شبكات الربط الكهربي، كل دي عناصر في البنية الأساسية تدعم موقف مصر كنقطة محورية لتبادل وتجارة الطاقة بين الشرق. أنا بذاكر وبكتب ورا حضرتك والله. تمام. خلينا نتكلم كمان إيه مقومات الطاقة التانية المتوفرة في مصر ومحتاجة لاستثمارها بشكل أفضل. مصر لديها إمكانات غير محدودة في الطاقة الجديدة والمتجددة. إحنا عندنا مبدأ أساسي في الاستراتيجية المصرية التي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب أزمة الطاقة، وهي الاستراتيجية اللي خرجت بينا من الأزمة تماما، تستند إلى 5 دعائم جوهرية. الدعامة الأولى هي تنويع مصادر الطاقة في مصر. الدعامة الثانية كانت رفع الدعم على نحو تدريجي بحيث أنه لا يضار محدود الدخل. المبدأ الثالث أو الدعامة الثالثة للاستراتيجية كانت الوصول بمشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نسبة 20% عام 22، وبعدين الاستراتيجية اكتملت فقالت نصل إلى 29% عام 30، ونصل إلى 42% مشاركة طاقة متجددة سنة 35. وده اللي النهاردة مصر بتشتغل عليه. إذن لدينا مصادر للطاقة وفيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء طاقة رياح أو طاقة شمسية فوتوفولتية أو طاقة شمسية بالمركزات الشمسية أو طاقة بالتسخين الشمسي. عندنا الحقيقة تطبيقات كثيرة للطاقة الشمسية المتاحة بمصر. مصر دخلت بجدية كبيرة في المسألة دي، يعني احنا عندنا النهاردة 1000 ميجا وات من الطاقة المتجددة مركبة في مصر، بتنتج منها 760 ميجا وات رياح على خليج السويس و 240 ميجا وات خلايا شمسيه حتى الان، لكن في البايب لاين في 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 المشروعات، سلسله المشروعات القادمه، القطاع الخاص داخل ب 3400 ميجا وات في الخلايا الشمسيه الفوتوفولتيه وفقا لمساله تسهيلات تعريفة التغذية. والقطاع الحكومي بيبني النهاردة 242 ميجا وات خلايا شمسية فوتوفولتية. عندنا حوالي 4000 ميجا وات تحت التطوير، وعندنا حوالي 300 ميجا وات تحت الإنشاء. أنت عندك مساحة كبيرة من إمكانات الطاقة المتجددة. فعلا لو إن شاء الله مشي برنامج التنفيذ كما نتمنى، هترتفع مشاركة الطاقة المتجددة النهاردة من 2% إلى 20% بعد 4 سنين. صحيح. يبقى احنا كده ماشيين، لو مشينا as planned زي ما بيقولوا أو حسب البلان أو الخطة المرسومة، هنقدر ان احنا نكون بنستثمر أكتر في الطاقات المتجددة اللي موجودة في مصر. ما ينفعش معانا طبعا الدكتور مهندس، لا اتفضل يا فندم. مش بس كده، مصر أيضا في دائرة تنويع مصادر الطاقة داخلة بمشروعات للفحم النظيف، ودخلها بمشروعات للطاقه النوويه. ما هو انا بقى ما ينفعش، ما هو ده كان سؤالي اللي جاي مع حضرتك يا فندم. ما ينفعش طبعا معايا حضرتك وما نتكلمش عن محطه الضبعه. ايوه. والمفروض طبعا بيجرى العمل على تفعيلها دلوقتي، امتى هنشهد انطلاق محطه الضبعه النوويه؟ وراي حضرتك عامه في مشروع محطه الضبعه النوويه، في حين في بلاد اخرى تنازلت عن فكره ان يكون عندها محطات نوويه. فرأي حضرتك إيه؟ أنا هقول لحضرتك، الذين تنازلوا عن أن يكون لديهم محطات نووية هذا تنازل موقوت مؤقت. الذين أغلقوا بعض المحطات النووية مثلا النهاردة ندمانين جدا جدا أنهم أغلقوها، لأن الاحتياج للطاقة دائم وفي معدل نمو مضطرد في الاحتياج للطاقة. في الوقت نفسه في مزايا متعلقة بالطاقة النووية مش موجودة في مصادر تانية. طب خلينا يعني نقول سريعا، أنا وقتي خلص، إيه اللي هتحققه محطة الضبعة ومنتظر تكون في خلال قد إيه من أيام تشغيلها؟ يمكن ده اللي نوضح للناس أهميتها إيه.
انا عارفه ان وقتي خلص بس ده مهم جدا معلش. هي مهمه جدا في تنويع مصادر الطاقه اول حاجه. الحاجه الثانيه هي هتشتغل يعني لو تم الان كل التجهيزات على مدى 5-6 سنين تمت التجهيزات، وثائق الطرح للمشروع دلوقتي جاهزه، توقيع الاتفاقيات النهائيه في الزياره القادمه للرئيس بوتين سيتم، وبالتالي يبقى دي اللحظه اللي ينطلق فيها الانشاء. الانشاء سيستمر حوالي حتى سنه 24، يدخل المفاعل الاول بقدره 1200 ميجا وات، وسنتين وراء يبقى الاربع مفاعلات 4800 ميجا وات في مكان واحد. دي بتنوع مصادر الطاقة، بتقلل مخاطر أزمة طاقة، بتساهم في مكافحة غازات الاحتباس الحراري، لأن خيار الطاقة النووية لا ينتج عنه مطلقا انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري، وبالتالي بتساعد وتقوي موقف مصر في المشاركة العالمية في مكافحة التغيرات المناخية. صحيح. بتقوي الجزع التكنولوجي المصري بشكل كبير جدا، بتضيف للكوادر العلمية المصرية كوادر جديدة مؤهلة على أعلى مستوى. آدي قيمة المشروع النووي. دكتور مهندس ماهر عزيز، أنا يعني كان نفسي أقعد مع حضرتك وقت أكبر من كده، لأن كمية المعلومات اللي أخدتها من حضرتك أنا بكتب وراك يعني لسه عندي معلومات كتير قوي. بشكر حضرتك جدا جدا جدا، خبير الطاقة الدولي وعضو مجلس الطاقة العالمي دكتور مهندس ماهر عزيز، بشكرك جدا 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 يا فندم، وإن شاء الله يكون لي لقاءات أخرى، لأن الاكتشافات البترولية والاكتشافات الغاز اللي بتحصل دلوقتي كمان، وغير محطة الطاقة محطة الضبعة طبعا أكيد النووية. أشكرك يا فندم، نهارك سعيد. شكرا. العفو. فاصل سريع ونكمل معاكم باقي فقراتنا، فخليكم معانا. شكرا جدا.